مشاهدينا بدي احييكم وين ما كنتوا عم بتابعوا الحل عنا عبر الام تي في. يمكن كتار سالوا ليه الام تي في امبارح دعت لاعلان حال طوارئ. للحقيقه لا اكيد هيدي مش مسؤوليه الام تي في، ولكن لما الدوله بكل مسؤولينا ما بتاخذ هذا القرار، طبعا السلطه الرابعه مثل ما قال الاستاذ غياس يزبك امبارح بدها تاخذ القرار، وهيدا قرار معنوي منه قرار بينفرض على حدا. من هيك بلا ما نلبس كفوف مع بعضنا ونقول مين لازم نقول ما لازم نقول ونلتهى بامور في شيء اهم منا بكثير. الوباء موجود، صار عندنا 3 حالات وفاه، في عندنا مصابين بالحجر الصحي، في ناس يمكن حامله الفيروس ومنا عارفه، وهيدا الموضوع بيستلزم من كل واحد منا ياخذ كل الاحتياطات اللازمه. لا ناطرين الام تي في تقلنا ولا ناطرين الوزارة قلنا، هيدا الشيء قلنا من أول الوقت منقول هيدا مسؤولية اجتماعية تتطلب من كل واحد منا هو يعرف كيف بده يحصن حاله حتى يحصن غيره من كل الناس يلي بيلتقى فيهم. ايه الام تي في بدها تقول للناس نعم لزموا منازلكم إذا ما عندكم أي شيء، وبالتالي فيكم تتابعوا من منازلكم كمان إذا فيكم تعملوا شغل مناوبات بالإدارات العامة. ولكن الأهم واللي بدي أقوله اليوم وصرت قايلته عدة مرات بالحل عنا، قدرة الناس ما عندها قدرة تدفع على الفحص 150,000 و360,000 ليرة لبنانية. مشكور وزير الصحة قال 150,000، بس إجمالاً لما بيكون في وباء الدولة هي بتعمل هذه الفحوصات مجاناً لكل المواطنين، وبتمنى هلا قبل بكره يصدر قرار بالفحص المجاني للكورونا لكل المواطنين اللبنانيين دون اي استثناء يلي حاسين انه لازم يعملوا هذا الفحص. يعني ما بدها ما عليه، خسرنا كثير وعندنا ديون كثير، ولكن مش على صحه المواطنين. الناس عم تتردد ما معها تدفع 150,000 ليره تعمل فحص الكورونا يا جماعه، هيدي على الدوله اللبنانيه. اثنين، لما بدنا نروح على الادارات العامه، طيب بالضمان مثلا بيقول العالم انت جيب كفوف وجيب كمامه، لا حبيبي، انت على مدخل الضمان او مدخل النافعه او اي مداخل تتعاطى مع الناس، نحن بدنا ناخذ احتياطات اولا للموظفين وثانيا للناس اللي بدها توصل. هلا الحاطط كمامه اوكي، الحاطط كفوف كثير منيح، اللي جايب معه مطهر كمان احسن واحسن، ولكن على الاداره كمان هي تحافظ على موظفينا بالداخل وعلى الناس اللي بفوتوا لعندها. والشيء والأهم كمان اللي صرنا حاكين معه، الدولة بتعمل مناقصات للتعقيم. طب الناس المدرسة كيف بدها تعقم، والإدارة كيف تتعقم، والشركة كيف تتعقم، والبيت كيف بيتعقم، وزارة التربية بتعمل لكل مبانيها مع المدارس الرسمية. يعني اليوم كل وزارة مفروض هي تعمل مناقصة وتنسق مع كل القطاعات عندها، وبيروحوا بعقموا بالطريقة الأصول اللي لازم يتعقم فيها. مش كل واحد بده يسأل 100 سؤال وكيف منعقم وهيك منيح وهيك مش لا، وهون منحط سبيرتو وهون معليه. خلينا نكون حضاريين، خلينا نكون كمان نشتغل على بشكل كتير منطقي وكتير بروفيسيونيل ومهني. هذا وباء صار موجود بلبنان، ما بقى فينا نطلع منه. نحنا بدنا كل واحد منا ياخد احتياطاته بكل جرأة ومسؤولية. معلومة. طبعا بمعلومتنا لليوم، اولا اخيرا يعني الاستاذ ايمن عبد الغفور المسؤول اليوم عن رئيس مصلحه تسجيل السيارات والاليات اخذ قرار اليوم بموضوع التدابير والاجراءات بدوائر واقسام وفروع مصلحه تسجيل السيارات والاليات للحد من انتشار فيروس الكورونا. فطبعا هو طلب الحد من تجمع معقبي المعاملات وأصحاب مكاتب السوق داخل أقسام وفروع المصلحة، ومنع تواجدهم بشكل دائم إلا لمتابعة وإنجاز المعاملات الملحة لي بحوزتهم. وضع كمامة وقفازات لليدين عند الحضور إلى أي قسم من أقسام مصلحة تسجيل السيارات والآليات. التزام مكاتب السوق بتأمين معظم معقم اليدين لطلابهم على أبواب غرف الامتحانات،
الالتزام من جميع الموظفين بوضع مطهر لليدين بشكل فوري، وطبعا بتطلب المصلحة من جميع الوافدين من مواطنين وموظفين ومعقبين وأصحاب مكاتب سوق، ما فيهم طلاب امتحان رخص السائلة في كافة الدوائر والأقسام والفروع، تقيد بهذه الإجراءات. وبالتالي كمان المطلوب اليوم يعني هيدا محصور بالنافعة بكل دوائرها، ولكن ماذا عن الميكانيك؟ يعني كمان نحن عم نقول الناس عم تطلع السيارة بياخدها شخص 2 3 4 5، يعني مفروض كمان يتخذ إجراء بالمعاينة الميكانيكية بمراكز المعاينة الميكانيكية أيضا. كمان من الإجراءات المتخذة بالدوائر تعميم صدر عن مدير عام، عدة تعميم صدرت عن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كراكي. في تعميم بيقول أنه أنا عم بختصر شوي للوقت، ولكن يطلب من جميع المؤسسات المتعاقدة مع الصندوق الاستمرار باستقبال المرضى المضمونين والمستفيدين وإجراء الأعمال الطبية اللازمة لهم التي تستدعي الموافقات المسبقة والموافقات الخاصة والاتفاق المسبق المعبر عنه بالرمز أو، على أن يقوم أصحاب العلاقة بإجراء المعاملات اللازمة والموافقات اللاحقة على سبيل التسوية فور انتظام العمل في مكاتب الصندوق. كمان في قرار تاني من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيتعلق بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا، بيقول أنه تحدد تعرفة الفحص المخبري للكورونا بسعر 150 ألف ليرة لبنانية كحد أقصى. تعتمد الضوابط التالية اللي يتوجب على طبيب الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الطبية التقيد بها لإجراء هذا الفحص، على أن ينظم تقرير خطي بالحالة الطبية المحتمل إصابتها بالكورونا، يعني حرارة مرتفعة، سعال حاد، وجع رأس مؤلم جدا، ضيق تنفس حاد. تعتمد المستشفيات والمختبرات التالية لإجراء فحص الكورونا: مستشفى رفيق الحرير الحكومي الجامعي، مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، مستشفى القديس جورجوس، مستشفى رزق الجامعة اللبنانية الأمريكية، أي مستشفى آخر متعاقد مع الصندوق ويعتمد من قبل وزارة الصحة العامة. طبعا بعدني برجع بقول يا ريت بيصير الفحص مجاني، يعني هيدا طلب ملح على فحص الكورونا يكون مجاني. بمتابعتنا لليوم اولا بدي احكي عن المي، وهيدا اهم متابعه من 3 ايام. ساحل المتن، الاشرفيه، تله الخياط، راس بيروت، بيتغذوا من قصر رئيسي بيطلع من محطه طبيه التابع لمؤسسه بيروت وجبل لبنان. للحقيقه نحن تعودنا على المؤسسه عند اي عطل، وخصوصا اذا تعدى ال 24 ساعه ينعمل بيان يقولوا فيه للمشتركين شو القصه. فاللي صار من 3 ايام لليوم ولا اي بيان، يعني حاولنا وحاولوا المواطنين الاتصال بالمؤسسة ليعرفوا شو قصة المي، ونحن بنقول للناس غسلوا ايديكم منيح بالمي والصابون، ونحن بدنا مي، بالنتيجة ما حدا بيقدر يقعد بلا مي. المهم تبين انه في قصر رئيسي معطل وتم اصلاحه، ومفروض اليوم يكون رجع الضخ، ولكن عم يرجع رويدا رويدا على المناطق يلي ما كان عندهم مي. كيف كان متبع برنامج التغذية هيك رح يصير، بس بلش تضخ المي ابتداء من اليوم. وكنت بتمنى على مؤسسة بيروت وجبل لبنان تعمل بيان للمواطنين تخبرهم شو الموضوع، وخصوصا انه منهم جداد، يعني هن بيعرفوا وعندهم من المهنية ومن احترامهم للمشتركين لدرجة انه دايما كانوا يعملوا بيانات، ليه هالمرة ما عملوا بيان؟ لدرجة فكروا المواطنين انه مسكرين مكاتبهم وهن متحججين بالقصر. لا يا عمي، في قصر معطل بس ما عملوا هالبيان، ليه ما عملوه ما بعرف. وحاليا اليوم في يقول انه كمان المؤسسة بلشت تطلع شوي شوي المي التغذية، وكمان طلبت هي كمان من المؤسسات يلي عم بتعقم مكاتبها لفترة يومين مثل ما قال المدير العام للمؤسسة، والله يحمي الجميع. ولكن كنت بتمنى يعملوا هالبيان تيعرفوا الناس كيف بدهم يتصرفوا، لأنه المي يعني هيدي مي مشي ولا 3 أيام، وهذا اليوم الرابع. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444. باخد أول اتصال لليوم. ألو ألو ألو، تفضلي مدام. ألو بونجور مدام ريبيكا. بونجور،
أنا بدي أحكيكي، كنت من شان المي فحضرتك سبقتينا. ما سبقتن يعني بعبي هون، أنا من الأشرفية عم بحكيكي، بس بعد المي ما إجت لعنا لحد هلأ. مفروض مدام تبلش تجي المي من اليوم، رجعوا بلشوا يعطوها للمناطق يلي كانت مقطوعة عنا، يعني الأشرفية، الساحل، المتن، تلة الخياط، راس بيروت. بس كيف كنتوا تاخدوا المي؟ رح تاخدوها هيك يعني، رح تجي بحسب التقنين اللي كان معتمد، يعني مفروض انه توصلكم المي لانه تصلح العطل. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو الو الو، ما بعرف اذا في حدا على الخط او لا. يلا تفضلي تفضلي. ألو. ايه تفضل. الو. ايه تفضل مسيو، تفضل. يعطيك العافية. اهلا. تفضل. بحكي مع الحل عنا. ايه معك، نعم تفضل. انا مواطن من بلدة الفاكهة. ايه اهلا وسهلا فيك. قضاء بعلبك. نعم. وبلديتنا من حلي من كذا سنة. نعم. بتصرف سعادة المدير المحافظ بعلبك الهرمي بشير خضر. نعم. ولحتى هلا ما في لا توجيهات ولا ارشادات ولا اي شيء عمل اجرائي على الارض بما يخص المكافحة والوقايه من مرض كورونا. نعم. وبتعرفي انت كمان وضع بلدتنا يعني تقريبا حوالي 15,000 نسمه، وهي طريق عام دولي بيمر على مدينه حمص الحدوديه. نعم. والنازحين اللي طبعا وجودهم الغير منظم وهالكثافة السكانية، لا قامت إجراءات لا البلدية طبعا بالمحافظ ولا بمسألة المفتشين الصحة. نعم. علما بأنه مفتشين الصحة وقت كان في حملة على المصانع والمعامل والملاحم كانوا يقوموا بدورهم. نعم. للأسف هلأ ما في دور لهم ولا في صوت، علما بتعرف أنت هذا موضوع كتير خطير وحساس. بقى بتمنى عليكم يعني التواصل مع الأستاذ سعادته بشير خضر، بركي بيقدر يعني شوي يهتم ويحط شرطة البلدية بإطارها المضبوط، لأنه لحتى هلا ما في على الأرض ولا شرطي بلدية بيشتغل أو بيوجه أو بيروح على السوبر ماركت بيقول لهم يا عم لازم تعملوا كذا ولا على صديقي معك 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 حق، لأنه اليوم يعني المحافظين لهم دور وعمموا على البلديات وعلى القائم مقامين، وبلشت البلديات تعطي إجراءات وتوعية للناس، وبتسوى سعادة المحافظ خضر مفروض يعني احنا نلفت له نظره بهذا الموضوع اكيد، لانه هيدي منطقه كمان مفروض انه تكون مثل كل المناطق. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، نحن رح نتصل فيه ورح نلفت له نظره. عنا فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا وباخذ اتصال جديد. الو الو، بونجور. بونجور، يعطيك العافيه. اهلا مدام. مدام ريبيكا، انا بس بدي اقول عن الضمان شوي. نعم. لانه انا مريضه كانسر. نعم سلامتك. وعندي ادويه كثير وعندي نعم. يعني كذا شغله بجوز. نعم. الفواتير اللي عم بقدمها ما عم بيرجعوا لي، المفروض الادويه غاليه كثير، انه على القليل اخر الشهر يقبضونا شيء. صاروا 10 فواتير بالضمان، في مندوب لانه ما بخلونا نحن نحكي بالموضوع انه المندوب. مدام اي متى اخر مره تابعت الموضوع؟ انا على طول عم تابع الموضوع. لانه لقلك ليش؟ لانه اول شيء الاولويه للامراض المستعصيه، الادويه المستعصيه، يعني خلال 15 يوم مفروض الفاتورة تندفع، وخصوصا هلأ من أول الشهر لليوم يعني كل المراكز الضمان صار عندها سلفات حتى تدفع للمواطنين يعني هذا الفاتير. يعني مفروض حضرتك تكوني قبل غيرك، يعني رجعي راجعي المندوب الضمان لأنه مفروض يكون في مصاري، هلأ في مصاري، عرفتي؟ لأنه انعطت سلفات لكل المراكز، والأولوية عم بتكون إن كانت للضمان الاختياري أو للضمان العادي للأدوية الأمراض المستعصية.
وإذا ما مش الحق ارجعي إلي لأي مندوب وبأي منطقة نحن نحكي الضمان مباشرة، بلكي بيحكوا معهم. من المسؤول؟ نقيب الصيادلة دكتور غسان أمين، يعطيك العافية. الله يعافيكي. الصيدلي أيضا هو له دورين، إذا بدي أقول أنه يساعد الناس لما بيسألوا سؤال، والوقت ذاته كمان الدواء بده يأمن الدواء. اليوم عرفت أنه حضرتك عملت مثل فويس وصلته لكل الصيادلي، أنا بحييهم وين ما كان، واعطيت بعض التوجيهات أو التعليمات حتى يساعدوا الناس أكثر، لأنه الصيدليات كمان بدها تأخذ إجراء، لأنه هي عتماس الصيدلي مع الناس. بتخبرنا شوي شو هي الإجراءات المتخذة؟ أول شيء طبعاً بالبداية نحن يعني الفويس أنا بعته هو لحماية الصيدلي، صحيح، لا يقدر يضل يقوم بالدور المطلوب منه الوطني بهالأيام، واللي حضرتك تفضلتي عنده أول دور واللي أهم دور هو، وبتصور هو خط الدفاع الأول بمواجهة الكورونا، لأنه كل صيدلية بتشوف مئات المواطنين كل يوم، صحيح، اللي هو الإرشاد والتوعية، لأنه أهم سلاح للكورونا فيروس هو الوقاية. وأنا هون بدي أرجع أولى ولازم تضلنا هاي يعني نحفظها كلنا، الفيروس كورونا بينتقل للجسم عن طريق الأنف والعين والفم، هو ثلاث شغلات، وبالتالي هول بينتقل لإلهم لما منحط إيدنا على وشنا، وبالتالي الإيدين إني أكبر مشكلة. لذلك نحن دورنا بالصيدليات نوعي الناس ونفهمهم هالموضوع هيدا، إنه كل ما يلمس شيء إذا لمس مصاري للناس دغري بده يطهر إيديه، بده يوعي الناس على هالقصص، المواطن وين ما راح ببيته اشترى خضرة بالكيس بده يجي يشيله من الكيس ويعقم الخضرة بالكلور، الأكل شو ما عمل راح على محل سلم بده يغسل إيديه، يقول للناس كمان تغسل إيديها. هاي الإرشادات اللي هو الصيدلي عم بقوم فيها اليوم واللي هي أهم دور لإله. اثنين بالنسبة للشغلات الثانية طبعا اللي الصيدليات بتعطيها اللي هي بتساهم بالوقاية، مثل الكمامات والأنتيسيبتيك هاند جيل والأدوية والشغلات هاي طبعا مع التوعية. بالنسبة يعني نعم صيدليات في منهم صار في شباك يعني بيعطوا من خلال الدواء، صحيح، هيدا عملناه لحتاني يعني طلبنا هالشيء، هذا شباك او بلكسي على الكونتوار للصيدلي يكون واقف بميله والمريض بميله ثانيه او المواطن ميله ثانيه، لانه كمان لما المواطن بينقل العدوى للصيدلي حينقلها لكل العالم اللي عم تيجي، اكيد، فهي احتياط على الميلتين. اعطينا تعليمات انه البلكسي منا غالي كثير وما بتكلف، في مجال نعمل على الكونتوار بلكسي مع فتحه من خلالها يصير في تبادل المعلومات والبيع والشراء وصرف الدواء للمريض، والافضل الافضل الافضل انه نعمل شباك بالباب من خلاله تتم العمليه هاي، هيك بنكون منعنا المواطن انه يفوت على الصيدليه ويلمس الاغراض، وبالتالي لانه هاي كمان طريقه عدوى جديده، مشكلة انه بتصير تنتقل لكذا واحد، لانه الفيروس حسب المعطيات لانه هو جديد وكل يوم في شيء جديد عم يطلع لنا، انه بعيش على الاسطح اكثر من يوم. يعني مش انه بساعتين وبيموت، بعيش، يعني اذا واحد لمس شغله واجا واحد ثاني بعد 7-8 ساعات لمسها ممكن ينتقل له الفيروس كورونا. عشان هيك بدنا نحاول نقلل بقدر الامكان انتقال العدوى من شخص لشخص. كتير منيح. على صعيد آخر بالنسبة للأدوية، هل كلها مأمنة اليوم؟ بعرف بعد ما في لقاح للفيروس كورونا، ولكن عم بحكي هلا عم بنتقل لموضوع تاني هو موضوع الدواء، هل اليوم مأمن الدواء وفي أي إشكال ولا كل شيء ماشي؟ عزيزتي ربيكا بتعرف أنت الفيروس والأدوية ما في، هو يعني المشكلة الواحد بيصعد بيضيق نفسه وممكن تطلع حرارته. نعم. هلا الأدوية للحرارة موجودة مأمنة بكثرة وللسعال مأمنة، بس اللي هي القصة مش هون، القصة إنه الواحد صار فيها الظواهر هاي المفترض روح دغري يبلغ، نعم، إنه أنا عندي سعلي وعندي حرارة عندي ضيق نفس لحتى يخضع للحجر
إلى كان أن تثبتنا أنه بوزيتيف أو نيجاتيف. يعني الصيدلية مش هي المكان لعلاج ظواهر هاي، هي مكان بنقدر نعطيه نحن شغلات اللي هي بسيطة، ولكن مفروض دغري يبلغ وتم عملية مراقبته عشان ما لا سمح الله إذا كان بوزيتيف ما يعدي حدا. دكتور غسان أمين، بعد عندي السؤال، هل بالإمكان في أدوية للمناعة لتقوية المناعة لازم المواطن ياخدها؟ هلا بتعرفي يعني العسل كل يوم، معلقة عسل بالبيت كثير مهمة، الفيتامين سي بيساعد على طبعا زيادة المناعة بالجسم، بس هيدا كلياته صدقيني كله منيح بيساعد شوي، بس أهم من هيدا كله أنا كل ما واحد يسألني سؤال بروح براسي بمحل تاني على الإيدين وعلى الأنف وعلى العين، ما يحط إيده على وشه. أنا بشكرك دكتور، وإن شاء الله كل هالمعلومات اللي عم نعطيها للناس تخدها بجدية وتخدها هيك بكل بدون خوف، يعني أهم شيء، لأنه الخوف بسبب أمور كتير لازم نخدها بشكل جدي، وهذا شيء كتير مهم. شكرا للدكتور غسان الأمين، منتابع الحل عنا عبر الام تي في. بأخذ اتصال كمان. ألو ألو ألو، تفضل مدام ريبيكا. نعم تفضل، يعطيك العافية. أهلا، حضرتك حكيتي عن ميكانيك، ايه يعني ما في خبرك قد ايه عم يجيني اتصالات انه هالمعاينه الميكانيكيه خمس اشخاص بيستلموا السياره، بقى عم بيقولوا يا عم وقفوا الميكانيك شوي، ما في قرار للميكانيك. تفضل. يعني فاتحه بعدها؟ بعدها فاتحه. يعطيك الف عافيه. اهلا فيك. كمان اتصال. الو الو، تفضل. بالنسبه للبلديه المنيه، ايه اهلا. نعم، البلديه المني من حلي. ايه اهلا. المحافظ عم ساعات المحافظ عم يقوم فيها. نعم، شو المطلوب؟ من حلي وما في الا الزباله والجرادين على البواب البيوت. يعني مطلوب مش عم تنرفع الزباله؟ هذا سؤالي. يرفع الزباله بس سعاده المحافظ، هي العمليه انه عم تعطل المحافظ. اوكي، نحن رح نحكي المحافظ لنشوف ليه ما عم تنرفع النفايات. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو الو، تفضلي. سوري، معك مواطنه. ايه اهلا. بدي اقول لك شغله، طيب توصل لوزير السياحه او لوزير الصحه لاي وزير مختص ما بعرف. نعم. عم يصير في تجمعات عنا بهالمنطقه، انا عم بحكيكي من ساحل علمة. اوكي. عم يصير عنا تجمعات لتصوير ما بعرف لوين لبرنامج اجنبي، صدقيني شيء مرعب، فوق الالف شخص يومك 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 هون، يعني شيء بخوف. وما كأنه يعني في حدا قرار بمنع التجمعات ولا شيء، وعم بيصير في حالة زعر عنا بالمنطقة. مدام لقلك هلا، بلا في قرار لمنع التجمعات، أكيد في قرار فيها. هلا أني موضوع تصوير مسلسل ولا فيلم، يعني أكيد إذا كانوا كتار ولا شيء مفروض هلا ياخذوا احتياطات كمان. في قرار بمنع التجمعات، يعني عرفتي؟ في قرار، بس أكيد القرار مش عم يتوجه لعل كل تجمع بحد ذاته، بس في قرار بمنع التجمعات، والناس قد ما فيها تخفف الأماكن يلي فيها اختزاز، مثل امبارح مثلا كل الناس هجمت على السوبر ماركت، ما عاد في واحد يتنفس بالسوبر ماركت، هذا كان غلط. امبارح السوبر ماركت ما رح تسكر، يعني كمان هيدي فرصة أن أقولها للمواطنين، السوبر ماركت ما بتسكر، المستشفى ما بتسكر، الصيدلية ما بتسكر، يعني هلا اني في طلب انه المولات تسكر لانه فيها كثير تعاطي، هذا موضوع بده يتخذ قرار فيه، بس هلا اني كل تجمع اليوم اذا عم بيكون عم بيزيد مفروض يتأيدوا بتعليمات الدوله. كمان اتصال. الو الو، مرحبا. مرحبا. معك سليم خضرة. اهلا استاذ سليم. لك عندي شقفة ارض بساحل علمة. نعم. بلدية جوني، هي ساحل علمة ما فيها بلدية. نعم نعم. لأي مقام يعني مهتم فيها؟ نعم. هي لا، أخذوها رحنا تنشوفها، لقيناها بحشينا واخدين الأرض، رحنا نزلنا التابعة
لبلدية جونة. هي أرض ملك خاص؟ إيه ملكي خاص. إيه بلدية جونة متعدية على هذه الأرض؟ قدمت الأوراق، قدمت شيء، أي رقم 452 رقم العقار. نعم. وعندي رقم طلب. إيه. صار لي من كذا وقت ما مش عم بيردوا علي، بنزل بيقولوا لي معاملتك واقفة. وين ببلدية جونة؟ بجونة. اوكي، عندك محامي تبعها تشوف تسترد ارضك؟ لا انا بدي اقرب، بدي احكي مع رئيس البلديه، مش عم بخلوني احكي معه. قبل ما اتشكى ما بيستقبل الشيخ جوان، ما بيستقبل هو الناس، ما عم يستقبل الناس شيخ جوان بالبلديه. نعم. حاولت تروح على البلديه وما استقبلك؟ ايه، ما بيقولوا لي معاملتك بعدها واقفه، ملفك واقف. 452 رقم العقار. والطلب قديش رقمه؟ رقمه مش معي هذا، لأنه أنا بغير بيت. أوكي، بدك بعطيك إياه بعدين إذا بتحب. أهلا وسهلا فيك. بصورة اليوم كنت بدي حي الصليب الأحمر اللبناني، يعطيكم ألف عافية ونلتقى بكرة.